اهلا بحضراتكم من جديد. فيما اثير عن مباراه القمه 18 ابريل بين الاهلي والزمالك وكل ما قيل عن هويه طاقم التحكيم لهذه المباراه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عبر عن تقديره الخالص للتحكيم المصري وبيأكد ان المطالبه باسناد مباراه القمه يوم 18 ابريل لحكام اجانب لا يعني ابدا التقليل من شان التحكيم المصري والحكام المصريين الاكفاء. كابتن الخطيب قال انه لما التقى المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره من يومين في احتفاليه اليوم العالمي للرياضه من اجل السلام واللي كان حاضره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مركز شباب الجزيره، المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه اللي تدير اتحاد الكره ابدى للكابتن الخطيب وللحضور رغبته في منح الفرصه للتحكيم المصري في هذا اللقاء، لقاء القمه. كان رد الكابتن الخطيب عليه واضح جدا وقال له ان الفتره الحاليه قد لا تحتمل ده وانه لابد من اختيار طاقم تحكيم اجنبي يكون من التصنيف الاول ويكون على مستوى عالمي جيد يبقى عنده خبرات كبيره دوليا. وبيأكد الكابتن الخطيب انه لا يزال هناك وقت كافي جدا ليقوم اتحاد الكره بمخاطبه الاتحادات الاوروبيه في هذا الشأن. كلام جميل جدا، وده اللي انا عايز اقوله لك، ان احنا دايما اما بنناقش قضيه ما بناخدهاش بالفلسفه بتاعتها ونروح مختزلين بتعابير. حكامنا بخير يا سيدي، حكامنا زي الفل، حكامنا بخير. الفكره اللجوء الى حكم اجنبي ليست طعنا زي ما بيقول كده كابتن الخطيب، ليست طعنا في مستوى التحكيم ولكنه حمايه للحكم المصري في ظروف لا تحتمل الا الصراع المتاجج. فلما بيجي سفاره مصريه محليه بتبقى بتعمل دبكه سواء صح او غلط، ملاش دعوه بالكفاءه هنا. طيب لما بيجي اجنبي، وانت شفت في السوبر لما طلع على حكم التشيكي الاهلي كان له ضربه جزاء كانت ممكن تنقل البطوله من هنا لهنا للاهلي، لكن عدت ليه؟ حكم اجنبي. ما تفضلش بقى يتحمل ثمنها التحكيم المصري. ففلسفه التحكيم دون الدخول في هيحصل ايه ومين غلطان وهو القرار فين، لكن على الاقل حسنا فعل الكابتن الخطيب انه وضح موقف النادي الاهلي.